معكم اسماء اسكوري، فنانه مغربيه. شكرا لكم حيت حاضري معايا في الحفل الاول ديالي لاصدار الاغنيه الاولى ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكون بدايه زوينه. وهو العمل صراحه كان عمل خدمته مع الصحاب والاصدقاء، وتعاملت في الالحان مثلا مع خويا يونس عسكوري وكلمات صديق ديالي سفيان، وكانت من توزيع طارق الحجيلي ومدارة اللي اعمالهم تبارك الله اليوم ضاربه السوق. وتصورت في مراكش في ظروف تاهي زوينه، تعاملت في الاخراج مع المبدع ايوب العبديوي. ما اختاريتش مراكش الصراحه، هو كانوا مقترحين بزاف المدن، ولكن الظروف ديال الكليب ان شاء الله ملي غتشوفوه كان خاص ندوز. كنت اختاريت مراكش حيت الكليب كنت بنت انني زعما كنبان بوحدي، كنمشي في واحد الصحراء، ومراكش فيها هاد الاجواء هادي، وكانت اقرب مدينه اللي نقدر نصور فيها. ذا فويس شاركت في النسخه الثانيه ديالو، خديت هذا الوقت كامل انا بالنسبه ليا، حيت فاش شاركت في ذا فويس ما كانتش بدايه، هذاك البدايه ما كنتش معموله اصلا نشارك ذا فويس، كانت بالصدفه، كان اصدقاء اقترحوني وداروا لي لا سوربريز، وفوالا كانت تجربه زوينه. ولكن من تما بدات كتنمو عندي الفكره ديال انني خاصني نخرج بعمل زوين، ومن ذاك الوقت لدابا فانا كنظن خديت وقتي. وبالنسبه طبعا الواحد كيكون عنده انشغالات في حياته، وفوالا دونك كنظن انه سي لو مومون. مني جات وقيتها لا الغناء باغ كونطخ، انا من عائله فنيه وتربيت في اجواء عائليه فنيه، وما كان ممكن نكون كنغني او كنعزف على شي اله موسيقيه، دونك ما اختاريتش الفن، هو اللي اختارني.